بسواعد هؤلاء الفلاحين تقطف أولى محاصيل الزيتون موازاة وانطلاق موسم الجني. في هذه المستثمرة الفلاحية ببرج بوعريريج يعمل هشام على حصد الزيتون بوسائله التقليدية، فالجو مناسب لمواصلة العمل وتحصيل أكبر كمية ممكنة. جو مليح مساعد في الجني هذا. هذه هي طريقة اللي تساعد الشجرة وتساعد يعني تساعد الخدام والشجرة في نفس الوقت، شجرة ثانية ما تخسرش. ثانية كاين بليد كي تعود اليد العاملة كاين عدو خدامة فيه بزاف، الناس تعملوا ليد هكذا تما ليه نكملوها، وكي تعود العمال ناقصين شوية نستعملوا المشطة هذه تعاون شوية ثانية. المشطة هذه ولازم تكون تعرف تخدم بها باش ما تضرش الشجرة. أجود أنواع الزيتون يتم تحصيلها في هذه الفترة من السنة، ورغم نقص تساقط الأمطار إلا أن الأشجار لم تبخل بجودها. شوف الجنان تاعك بين فيولي أكحل أخضر، تقدر هذاك تلحقت المرحلة الجني الزيتون تاع الزيت الممتاز، يكون لك في جوية من 10 نوفمبر حتى لآخر نوفمبر. عندي الشمليل وهو الزيتون يمتاز بجودة الزيت، وعندي الجراز وعندي الأقناو وعندي السفيانة. الجفاف أثر علينا، نطلبه إن شاء الله من السلطات تدنق لنا باه تعطينا الديفوراج برك، هذا واش نطلبه، وإلا يلحقونا كتريسيتي. بعد نهاية الجني توجه الكميات المقطوفة من الزيتون نحو هذه المعصارة الحديثة. تقنيات جديدة تستعمل هنا لتجميع الزيتون وغسله قبل أن تتم عملية العصر التي تعطينا زيتا غذائيا ذو فائدة صحية. هذه معصرة حديثة، احنا ضيفنا في الربع في الساعات تعصر حتى 25 قنطار في الساعة. هذه كان يكون كاين الزيتون عندها 25 قنطار في الساعة. اثنين مليون شجرة زيتون تتوفر عليها برج بوعريريج، عدد ينتشر عبر مساحة واسعة جعلت الولاية في المراتب الأولى وطنياً من حيث الإنتاج. لاحظنا في هذه السنوات السابقة العام اللي فات ولا قبله أنه تحصلت ولاية برج بوعريريج عن طريق بعض المنتجين في المراتب الأولى من زيت الزيتون. دعم الموجه لشعبة الزيتون عندنا في عتاد الري الفلاحي، حيث استفاد كثير من الفلاحين من هذه الأحواض، منهم منتجي زيتون يعني في حقول الزيتون بمساحات كبيرة. توفير أحواض السقي للمستثمرات، تشجيع الفلاحين على العمل ضمن تعاونيات فلاحية وتوجيههم نحو معاصر حديثة، تلك هي الإجراءات المتخذة لمضاعفة إنتاج زيت الزيتون وتطوير هذه الشعبة التي تسخر بها بلادنا.